عزيز العروسي رئيس المركز الوطني للدراسات والابحاث القانونيه القضائيه. شكرا للصحافه الحره والمستقله مشاهد وحره 24 على التغطيه الاعلاميه لهذا النشاط المتميز حول مشروع قانون المسطره المدنيه ايه رهانات. هذا المشروع الذي اثار مجموعه ديال النقاط الخلافيه بعد المصادقه عليهم في الغرفه الاولى مجلس النواب وحلته على الغرفه الثانيه مجلس المستشارين. الان هناك فقهاء ورجال القضاء مختصين هنا بمدينه القصكبي لمناقشه هذا القانون المطروح على الساحه الوطنيه، خاصه هناك بعض البنود اللي كتمس الامن القانوني والقضائي. تمنينا ان هذا اليوم نخرجوا بواحد الخلاصات وواحد التوصيات بحاله مجلس المستشارين للمساهمه في تجويد النص القانوني. كما يعلم الجميع ان المسطره المدنيه مسطره اجرائيه كتناول الدعوه من البدايه حتى النهايه، اجراءات ديال الدعوه، التبليغ، التنفيذ. هناك طرحت من بعد ظهر ديال 1974 ظهرت هناك يعني عوائق واكراهات. تمنينا هذا النص هذا يجاوب على مجموعه الاشكالات ويستافد من الاحكام القضائيه واجتهادات القضائيه ديال محكماتنا. وكنتمنى من الصحافه ان تغطي هذه الندوه وتسير هي هذه الاشكالات اللي مطروحه في هذه الندوه. السلام عليكم ورحمه الله. اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.